حصح اخويا حصح تقينا بالفن والهضره باينه على مال قال لك النفاق فاقه والصبغه بغى الحلال مال والحرام راما استوديو صندازي اخويا عبد العالي بريزونت الشاب عادل الميلودي هلا اخويا زاكي اسمع القاصح دق القرطاس ما درنا والو خرجو نداويو بانو شي شمايت قومهم تاع التريسة ماشي رجالة في حاجة ما يقضيو عيشينا بالسفينة كلهم رهينا شعلو الفتيلة والليل مازال طويل عيشينا بالسفينة كلهم رهينا شعلو الفتيلة والليل مازال طويل عايشين في السفينة كلهم رهينة شعلوا الفتيلة الليل مازال طويل عايشين في السفينة كلكم رهينة شعلتوا الفتيلة الليل مازال طويل وركسو ماضيكم غير فضحتوه علاش كتسو الباطل فيكم قليل يلي فرعنتو دم المظلوم شربتوه في تربيتو عالمكم قلوقين فيكم زوينة هضرتينا فينا الله يعطينا وجاه المنافقين كيف تربينا كيما انتو ما شفتونا فينا المروة يبقى فينا المسكين واسمع القاطع ماشي رجالة في حاجة ما يقدر عايشين بالسفينة كلهم رهينة شعلوا الفتيلة الليل مازال طويلة عايشين بالسفينة كلكم رهينة شعلتوا الفتيلة الليل مازال طويل شبالك أخويا زاكي هذا هو القاصح.